أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. آية رقم 3 و4 في سورة آل عمران بتقول: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. خمالك منين الكتب السابقة محرفة ومنين إنه مصدق أو مش محرف؟ نعم، فعلا هي من التناقضات التي يقع فيها الفكر الإسلامي عندما يجد أن في القرآن إعلان والشهادة بأن محمد أمام الناس اللي بتعترض عليه يقول بأنك يا محمد نحن أعطيناك كتاب يؤكد ويصدق على الكتب السابقة ويتابع ويوضح ما هي الكتب السابقة، وأنزل التوراة والإنجيل واعتبر أني من قبل ما أنزلهم الغاية منه أن يكون فيها هدى للناس. يقول بكل صراحة أن الذي يحمله محمد والتوراة والإنجيل هي كتب تهدف إلى أن تكون هدى للناس، وأطلق عليه في هذا النص اللي قرأتيه على مسامعنا كلياتنا أسماها آيات الله، هذه كلها سماها آيات الله بالزبط. وقال اللي الشخص اللي بيكفر في هذه الآيات له عذاب شديد. هو لم يميز، لم يقل أن الكتاب اللي يا محمد الآن من يكفر به له عذاب شديد، لكن به اعتبر ككل كل آيات الله اعتبر في بمعنى كتلة واحدة متصلة. الطريف الموضوع أن عندما محمد هذا أتى ليس في سياق جدل، أتى في السياق عندما كان محمد يتعرض لنقاشات وتشكيك بصحة دعواه في النبوة، كان يقول أني أنا آتي بكتاب هو تأكيد أو مصادقة للكتب السابقة، كان يريد أن ينضوي تحت مرجعية الكتب السابقة، كان يريد أن يختبئ تحت مظلة التوراة والإنجيل ويقول لهم يا عالم أني أنظروا أني أنا أصادق أنا جزء من الكتب السابقة، أنا جزء من التوراة والإنجيل، ولا يطعن في الكتب السابقة. بالعكس هو يقول لي ما بين يدي بمعنى في الحالة الحاضرة. والطريف طبعا لو حرفت الكتب السابقة لو حرفت لاحقا، نحن نطالب إذن المسلمون أن يعطونا النسخة التي كانت بين يدي الرسول محمد والآخرين. فإذن هم مسؤولون عن ضياع هذه الكتب في حال طبعا لو حرفت. ولكن أهمية هذا النص بكل الأحوال أن محمد أولا هنا لا يحدد نوع الكتاب الذي نزل عليه، صحيح المفسرون يقولون أنه القرآن ولكن النص لا يحدد هذا الموضوع. بالعكس النص يقول نزل لك الكتاب وأنزل الفرقان، هو كأنه يضع أمران الكتاب والفرقان. المسألة الأكثر أهمية أن هذا النص يقول أن كل هذا الكتاب والفرقان والتوراة والإنجيل هي آيات الله والتكذيب بها هي تنذر الآخرين بالوباء، وكمان حدد التوراة والإنجيل. نعم بصريح العبارة. طب سؤال أخي مالك، يعني لفت نظري في الآية الأولانية نزل عليك بين قوسين يا محمد الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مش المفروض تبقى مصدقا لما بين يديك؟ نعم، بمعنى الخطاب موجه إلى محمد، مفترض أن يكون تتابع الضمائر مركزة على محمد. فعلا هذه النخلة نزل عليك الكتاب، نحن لا نعرف على من نزل الكتاب، لما بين يديه، من هو يديه؟ هل هذا الكتاب الكلام موجه إلى محمد أو أحد العلماء؟ أنا أعتقد مجرد التفسير غير موجود طبعا بالمصادر، أن الكلام بمعنى الوحي الذي يتلقاه محمد يعلنه أمام الناس أني أنا أصادق لما بين يديه، يبدو أحد علماء إسرائيل أو ما شابه. لأنه في نصوص أخرى نحن نقرأ أني وشهد الشاهد عليه من بني إسرائيل، فمحمد يأخذ مرجعيته وتأكيد صحة كلامه في أكثر من مكان من علماء بني إسرائيل. فإذا واضح أني يديه إشارة لشخص تاني. ولكن المستمع يعرف من هو هذا الشخص طبعا بالزبط. نحن لا نعرف الآن، ولكن عندما نطق محمد بهذه الكلمات كان المستمع بالنسبة في الوقت ده المستمع كان يفهم على ماذا يدور الكلام، عن من يدور الكلام. أنا بشكرك أخي مالك، وأنا برجع برضو للمشاهدين وبقول يعني فكروا معايا في الحتة دي، نزل عليك يا محمد الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مين يدي مين؟ ممكن تفكروا لنا شوية كده بين يدي مين؟ هل هو في شخص كان واقف فيه يساعد محمد أو يعلم محمد أو ناس موجودين؟ لا كان قال بين يديهم مش كده؟ أيديهم مثلا، لكن يديه يبقى في شخص كان موجود. أنا بشكركم جزيلا، فكروا الكتاب المقدس
غير محرف، والدليل عندكم أدلة كتيرة بتثبت أن محمد كان يركن إلى هذه الكتب. نشوفكم في حلقة جديدة من قرآنيات.